الفيديو اليوم راح يبلش بسؤال صغير اشوف هيك قديش انتو تابعوني عن جد. ايمت انا اخر مرة نزلت فيديو وانا عم بلعب ميج؟ ارشوني قديش انتو ذاكرتكن قوية او متابعين القناة بشكل عن جد تحت بالتعليقات وقلولي ايمت اخر مرة نزلت فيديو ومين كان البطل اللي كنت عم بلعبه، لاني انا صراحة نسيان وما حارجع اشوف. انت لا ترجع تشوف وتغش وجاوب تحت بالتعليقات. واتوقع صارت فكره الفيديو واضحه، اليوم رح نلعب ساحر او ميج. فاكيد اذا عجبك الفيديو لا تنسى تحط اللايك وتشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. اما هلا خلينا نبلش. الصراحه ما في بطل معين ببالي، فحناخذ على حسب الفريق شو بده وحسب يعني الوضع. اتمنى انه الفريق يخليني ميج، لانه موضوع الميد لين بحسه اكثر شيء العالم بتحب تلعبه، ما بعرف ليه. فأتمنى يعني مشان الله يا سلام لعبنا ميج يا شباب. فبس مين البطل؟ يعني هلا ما راح اخذ لا جوليان ولا جوي ميد، ليش؟ لانه هدول عم نلعب فيهم بالعاده، فراح ناخذ حدا ميج يعني. تعرف والله عم فكر اخذ اليس. ناخذ اليس بدلني، بما انه اليس صايره قويه اخر فتره فبناخذ اليس. هذا السكن تبع اليس من ايمت انا عندي اياه؟ هذا الجديد، هذا اللي طلعوا لنا اياه بالهي، مو جديد جديد يعني، بس وقت نزلوا تبع الرانك هاي وقت نزلوها اعطونا اياه، مو هذا هو السكن اتوقع. مبلا بس اول مره بشوفه، لو منتبه كنت غيرته للسكن بيض. نجلس الكرسي شوي، حاس حالي شوي راجع لورا. جيني كاني رايح عشانه بالزيادة اليوم. يلا ما بيأسي، بدنا بس ليفل 4 وبعدها امورنا بتصير باللوز. كافو، نعطي واحد يقول جاوب عشان يتحمس. طولي بالك مشان التاتي موت بلاش. اي اسمه والله، والله هي اسمها موت ببلاش صراحة يعني، انه يطلع لك الجنجلر نازل هي الطلعة الغبية، والله ما بتستوعب عليهم، والله ما بتستوعب عليهم شلون بدهم يتحركوا. يعني الجنجلر يا مساوي جانك على الاكس بي على الجولد، هو لا بالميد. ما صرنا اربعة، راح علينا دفعت مينيونز كاملة، بدنا ناخذ تبع الاكس بي. لحق المينيون، جاء الله. هذا هو، بس يلا جيتكم بس جبل هارلي طبيعي. طولوا بالكون، السكن المزعج كأنه مين هذا الشاب السوبرمان. تعالي مشان الله، معك الت انت، شكله ما معه الت، شكله شو الالت جاتت حبيبي؟ شو هاي معلم؟ لازم نرفع الليفل تبعنا. ليش لازم نرفع الليفل تبعنا؟ لانه اليس معتمد على الليفل حاليا، مو مثل زمان استاكات وحركات. فصراحة كميد اليس ما هي افضل خيار، لانه بالميد ما بتجمع اكس بي عالي. انا ملتهي وعم بشرح لكم والشباب فايتين فايت على البيس. جيناكي ليتس جو فرحة. مخلطة بالعنوان الصبية، بيتكوين هربوا يا شباب مشان الله. يا والله مالي سبورت يا شباب، مالي سبورت انا. سبورت حتى التانك عم ياخذ مني كلات سبورت، خمس اسيستات عندي صار. طوبه بقى وي لك شو بكو هدو لك شو بكو لك شو بكو. هون الشباب يا حبيبي حاج تسرق كلاتي. لا بقى جمع شو عم تسوي انت؟ عم تاخذ البلو كنت، كان بنادي عم ياخذ البلو، شو عم تسوي بنديته؟ سبورت انا 027 سبورت عم بيشتغل، خليني اشتري روم.
شايفك شايفك شايفك. تعي خلصت المانا. اسف اسف اسف. لا 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 لا. شلون خلصت المانا يا شباب؟ جيناك ان شاء الله بس اتركوا لي كل. اوف والله دمجي عالي. ها دمج الفيرس عالي عندي. راح تشوفه مرتبة يعني من دم ليسا. يلا ليلى مشينا. الحمد لله جبنا كل يا شباب. جبت كل يا شباب. باركولي باركولي. بدك تروي علي الطرباش. اقوى سبورت بالكوكب انا. اقوى سبورت بالكوكب يا شباب انا. روح مبش روح. اعطيها بنزين ما فيها. تعي يا شباب. طولوا بعضكم طولوا بعضكم شوي بس شوي بس شوي. كفو جاتت بس والله كفو الزلمة وحش. لا 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 بس 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 رجع لي. لا 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 والله مفكر اجر التجميل شوي. نكمل دمج برايكم ولا نكمل تانكي؟ كمل تانكي تجميل وبعد تكنيك. انا عم بسالكم على اساس حتردوا علي انتوا يعني. الو عم تجمدين وانا عم بحكي على الكاميرا. والله دمجي عالي. لا 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 اكتار 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 والله اكتار. 10 اسيست عندي. 10 1 3 10. السبورت المثالي انا لازم اكون. كل بالغلط اخذته. هناو تاي 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 لك تاي تاي خلينا نتفاهم. لك تاي ما حتفوتي على التيم فايت. صدقيني ما حتفوتي على التيم فايت. صدقيني ما راح تفوتي على التيم فايت. ما راح تفوتي على التيم فايت. والله دمجي عالي. يا شباب دمجي عالي. طول بالك طول بالك شوي بس شوي بس شوي. تفتح الفيرس بس. لك قلنا لكم طولوا بالكم يا شباب ما بتردوا. شو بدك انت؟ سبورت جبنا كل يا شباب بالغلط بالغلط جبنا كل الحمد لله. الو يا شباب. لا 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 ما اتفقت ما اتفقت. تعالي خلص تعالي خلص الجيم. فكرت خلص الجيم. رح جمدت حالي على اساس عم اتزانخ عليهم. حياتك لا تحتفل مبكرا. استنوا لورد 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 لورد. استنوا وين وين ويت اب. مستعجلين الشباب. تعالي انتي قاعدة عم تضربي من ورا. والله فصلت الفريق. انا عم بشتغل اكس بي لين. ما عم بشتغل ميج. عم بشتغل اكس بي لين. شفتوا شلون فصلت الفريق؟ هي شغلة الاكس بي لين يفصل الفريق عن افراد الفريق الثاني. وخليني اشغل الالت مشان هيل. تعال الا يلا انهي هلا. والله انه هي الهجمة الاخيرة تدرس. هي تدرس. هي تمسكوها هيك لقطة تعملوا عليها دراسة مفصلة مشان كيف تفصل الفريق عن بعضه. أطلس ولا استفاد من قلته. بناديتا صار لحاله. ليش؟ لأني فصلت العالم عن بعضه. مو بناديتا وإنما ثانوس. أتمنى أن تتعلموا من احترافي. أنا اشتغلت كأكس بي لينر بس بالميج. كفو الشباب خذوا لايكات.
يعني صراحة مثل ما شفتوا أقوى سبورت بالعالم، يعني أنا عندي حرفيا أسيستات أكثر من جاتوت، ولا؟ ثانية خليني أتأكد. لا جاتوت سابقني بأربعة، أنا 14 هو 18، بس يعني ميج أنا بالنهاية ألو ما جبت كلات. بس والله شوفوا أليس، أليس صراحة قوية لأنه الهيلينج تبعها عالي زائد دمجها عالي، بس كليب جيم يعني ما راح تكون بالفعالية نفسها مثل الايرلي والليد جيم والميد جيم، فليد جيم شوي يعني ها. ولا تلعبها بالنص بالميد لين، لا تلعبها كميج، لا يا لعبها اكس بي، وما انصح انك تلعبها اكس بي لانه الاكس بي لازم يكون شوي اكتر من هيك، انه بياكل دمج اكتر من هيك. وحاول اكتر شيء انك تلعبها جنجلر، هي جنجلر ظريفة ولذيذة، بس مثل ما قلت لك لازم تخلص الجيم بسرعة، اذا كتير تأخر الجيم اريس ما عاد تستفيد منها. ويا بعد الفيديو اليوم اتمنى انه عجبكم، اذا عجبكم لازم تحطوا لايك وتشتركوا اذا ما كنتم مشتركين، اتمنى يعني والله هذا الطلب ما بطلبه بالعادة، بس انه شيروا الفيديو، شيروا قناة، خليني اطلع من المشكلة تبع القناة يا شباب، والله حافقد الشغف تبع القناة، اقسم بالله انه شغف القناة رح يروح، لحقوني بروح من ايديكم، لحقوني شيروا القناة، خلوا رفقاتكم تشترك بالقناة، الشغف تبعي رح يطير والمشاهدات كثير نازلة، فشيروا القناة، واكيد حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد، وكان معكم وسام، اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.